ما هذا الحديث؟ إنه هو الحق المبين. نعم، ومن يقول إنه كذب وسحر ما هو إلا افتراء على الله ورسوله. أنا أرغب في هذا الدين. قل لي يا مصعب، كيف أكون مسلما؟ ما اسمك أيها الشاب؟ أنا معاذ بن جبل. قل يا معاذ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وشهد معاذ ومن معه بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وانصرف مسرعا إلى بيته لينزع ما فيها من أصنام، بل وأنه لم يكتفي بتحطيم أصنام البيت، بل خرج ومعه ثعلبة ابن عنمة وعبد الله ابن أنيس، فحطموا أصنام بني سلمة. يا بني سلمة، ما لكم تعبدون حجارة لا تنفع ولا تضر، وها أنا أحطمها ولا تدافع عن نفسها؟ لا هي ساخطة علي ولا شلت يدي التي حطمت رأس كبيرها. يا بني سلمة، اتركوا الحجارة الصماء واعبدوا الله الواحد الأحد الذي صنعكم، ولا تعبدوا ما صنعتموه أنتم بأيديكم. ها؟ أكنا سنوات في جهل وتضليل؟ صغيرنا يحل قيودنا؟ اذهبوا إلى مصعب بن عمير، صدقوه وأصدقوه قولا وفعلا، فأشهد أنا معاذ بن جبل أنه رسولكم من عند رسول الله، وما جاءكم إلا بالخير. ذهب معاذ إلى مكة، هو واثنان وسبعون رجلا وامرأتان، يبايعون المصطفى عليه الصلاة والسلام على نصرته في بيعة العقبة الثانية. نقسم بالله على حمايتك ونصرتك وحبك والدفاع عنك، وأن أرواحنا تكون هنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تظهر قوة معاذ في نشر الدعوة الإسلامية وإعلاء كلمة الإسلام، فيجتمع يهود المدينة للتباحث في أمر معاذ، علهم يستطيعون إقناعه بالانضمام إليهم، فيستقر الأمر على أن يرسلون إليه رسولا، وتم اختيار أحد أصدقائه قبل إسلامه ليكون أجدر على إقناعه. عمت صباحا يا معاذ. عليكم السلام. ما لي أرى يهود بني قريظة وبني النضير مجتمعين إلي، ألكم عندي حاجة أقضيها لكم؟ يا معاذ، ألم يكن أولى بك ديننا نحن اليهود؟ تعرفنا ونعرفه، من أن تكون مع محمد. هذا ما جمعكم إليه؟ ألا تعرفون عني أني لا أخالف عهدا؟ ومن قال أنكم أولى؟ إذا كنت أرى فيكم خيرا لكنت معكم، لكنت معكم قبل أن يكون محمدا نبيا، لكن والله إني أراكم لا تعرفون اليهودية الحق، فما فرقت عن الإسلام في شيء. اذهبوا، وأرجو الله ألا أرى أحدا منكم في طريقي فأقتله. ومرت الأيام، وكان معاذ جنبا إلى جنب مع رسول الله في كل غزواته، فشهد معه بدر وأحد والمشاهد كلها، وكانت مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة، حتى أنه قال: يا معاذ، والله إني لأحب. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي
والله إني لأحبك. فقال: يا معاذ، أوصيك ألا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أهل اليمن، هل من سؤال لأحد لأجيبه عليه؟ هل لأحد منكم حاجة لأقضيها له؟ وهل من أسئلة أبقيتها لدينا يا معاذ؟ الحمد لله، الحمد لله الذي أعانني على تحمل وقضاء أمانة رسول الله. لقد كان نبي الله صائبا عندما أنابك إلينا معلما. لقد أمرني المصطفى ألا أعود من اليمن إلا وقد رضيت إسلام أهلها. والله لقد فقهتنا في ديننا ودنيانا، وكنت نعم دليل بين الحلال وما دوني. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ظهر باليمن شخص يدعي النبوة اسمه عبهلة ابن كعب ابن غوث، وهو الأسود العنسي الكذاب. طغى وأرسل إلى عمال النبي باليمن كتابا قال فيه: أيها المورودون علينا، أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا، ووفروا ما جمعتم، فنحن أولى بكم، وأنتم على ما أنتم عليه. ثم خرج الأسود الكذاب إلى نجران، فأخذها بعد 10 ليال من مخرجه، ثم قصد إلى صنعاء، فخرج إليه شهر ابن باذان، فغلبه الأسود وقتله، وأخذ امرأته وكانت تدعى آزاد لنفسه غصبا. تماسك يا بنت العم، ففرج الله علينا قريب بإذن الله. والله يا ابن العم، لقد كرهت ما أكرهت عليه، فهذا الأسود قتل زوجي وأرغمني على عشرته. لقد اتفقت مع كبير جندي على التخلص منه، فقد سئم كثرة إهانته له، وأنا أتضرع لله كل ساعة أن ينتقم منه وأن يحل وثاقه. سوف أذهب لمعاذ بن جبل، فهو مسلم شديد البأس، على الله يجعل الفرج على يده. أحقا يا فيروز، اذهب اذهب يا فيروز، وأنا أعلم كيف أوصله له. أصبري يا بنت العم. يا أصحاب رسول الله، لقد وصل أمر الأسود العنسي إلى النبي، فكاتبنا يأمرنا بمقاتلة ومصاولة. إذن فلنجمع الجيش ونعد له العدة. جاءني رجل من أهله يسمى فيروز الديلمي، له وبنت عمه طأر زوجها الذي قتله الأسود غدرا
وهو يدافع عن صنعاء، وقال لي أنها سوف تؤمن دخولنا له دون الدخول في حرب وإراقة المسلمين. وهل تأمنه يا معاذ؟ نعم. إذن فليكن. فقتل الأسود العنسي ذلك الكذاب على يد فيروز الديلمي غيلة داخل منزله، فتنطفئ بموته نيران الفتن بين الناس.